بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برامج كيني بلشكاب وقد كدا ونسان استان هدايا وانا حلقة ديني لبعد برامج كوحا مرتي ايوه معلن السعيد عبد الله محمد وكم اها ترتمياشي كقيب قلت ترتنكي ما صدا ماهر ايقابتي اسلام ركانا كالين تلبات كالين برامجك أيو مرتي يقولي هاي وهرنا سودوي مع السعيد كسودو برامجك بالشكاب. هذا أستاذ هذا مسنت هذه بهذا استنتيفي. هذا ما سني هاي مع السعيد برامجك بالشكاب دمع وبرامج إنه كذا هذا لنا حد بمحوها برامجك أصلنا بالشدة وحبضنا يكفى إذا كران. وعن هرداع كذا دقني وإنه كم مصني قول استياشة القرآن كريم كأهكال مهكو واتكالي إن شاء الله تعالى برامجات كان برامج كلاوة واتكو داوان دون تال وهرين مع السعيد انتانا نهر داح برامج كينو قلين بل محوها مع السعيد واكوما بل تاريخ نروليات كادو واكوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد نمعي وسعيد عبد الله محمد كل شيء مقدشو نكي واحد برشو حق صابرتي قول كشورة هوسي قارهان دقم دقلولي ميشان قول أنك صوبرتي أنك صوح حفظي الحمد لله أديهات قريولي يا قرآن كصوح حفظي لكن مقدشة قلت نعم أديهات طبعا مع السعيد وحكي قيب قشي ترتن وين و ايكا قيب قلين كدوات بقول روحي كبدن ايكا قيب قلين اسلام ركانا قبل هذا الدلكة كليمة هذه واليوم معلمين كالنت اللي بعدت كقشي طبعا سيدك وصورة قشترت كاسوين إن محوها أتكلم تلبات قش نورت توفيق يلا أسكله إن نقول استوى حساب وهل هيك سكو معلمي تعي صبري وهري معنيك يقران صبري سات عبد الله إبراهيم محمد يو معنيك إبر تجويد كإيقاب إن قران سنة وأخري أستاذ يوسف محمد عبدي ترتيل مامول كذا يو جهدي أن سمعي والدين تذكر بقصي ومرة يقول لي جنجر إنان مسابقين كخيم قالوا إيش أنت صاحب حس الله يصاب يهت طبعا ترتن كان كقيب قشي ما كيكو هري كقيب قشي مس ترتمك كلو كقيب قشي واجر يعني يرى أنت يوكس قيب قشي لكن مسابقة عالمي أحسن وكلا كان أوري مهر هذيات طبعا قرآن كسيدة تشاكتي قبل ذا نوكس وبرتي مقال هذا مركات تمين إن محبها قرآن كلا جاس كوفر بدن إياه تكتي. مرك لقى هذا بريطان كا مرك ورش قرآن كات برنسي ما قرآن كتجيده كسب برتي أو مس نظام كهور التقليدي كها يا قرآن كسب برتي. إن قرآن كا مرك هور التقليد كسب برتي الدوري برتي الدوري هذه إن سنة ذيك كذب هذا التجويد شاء أن مع وبدل حفصينا كبرته وحنا يصحي إن مع ترتيل شق يوسف أسان كذو الأخرية لكن دوري كسب برتي مرك ورش. قريت الدوري اكسو برتي طبعا ترتن كان اتكقي بشي ما صدا اي قبطي ماهر ما كي كو هري احسنت كان مس سنوين كي كلا قبني سنه كقيب قال درتي واكسو قيب الا افر مرك سوق قيب سنه كوات وانت الا ورق دم بنغاري كي الا وات نمبر تضوا ان قالي في سدحات وانا هليل كي قدام بي هاد ان كان ترات ان قال الحمد لله ما شاء الله سيف يعني طبعا ذلك يا رنتي ادي هذا فرب ما دام ات مرنا ني جبينه واد الى ات كال انت لواد ات قشد ات داش مر ولبا مسابقه ان قيك يبقى له استاذ كي لها بركي سو يوسف مر ولبا حلا جلوا مر ولبا سو يبقى له حواي ني دب سلاف مر ولبا دال جود سمي بركا وحاس لي هي ني جرنت يسمي جلا ماشان كسو قار هذه هات هذه هات طبعا عن سعيد حكمت هاي طبعا قول استياشي ترتنكا كالم طلبات كقالي رنتي مركي دتك إلي قيستان قراءة طبعا حكم دي دتك أهد كل أول رحي سنة أخر من تقرأك مركي قالي طبعا مجران قراءة عالمك مجران قهري السجارة وديته السجو كلات قرآنك وآخر سمجران واجرا مشاري راشد العفاسي أسمع أولي قيستان وجعله شيخ أصلي قيستان طبعا عشان مشاريع حكم دي هاي دتك آدي هاي تكسامين توله قرا آدي سنة لو قرا حست بلو حان جعلالها إنات بل السيقو آدي سيدي سوكل وآخرني بل إنات نو آخر سقراك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ما شاء الله هذه انت محمد داوي سوى ما شاء فديو كلينات ياد واخر سي الله يكفي حفيده ما شاء الله. دبا شيخ سعيد حتى قاري هذه ياد عدكي سو معان بدين هي الله يحك رجينا ان شاء الله انه كحفيده. طبعا مجري هذا ترتما كلي واد rajeynaysa inaad ka qayb gasho muxuu ahaa oo ama ha noqoto dalka gudihiisa ama dibadiisa. Ahay musabaqo oo ka dhacay Ethiopia June hadda bisha hadda musoo fudleh insha Allah taala jana ka qayb galo. Oo ma adig kaliya ka qayb galaya oo mise waxaa jira dad kale oo Soomaali matale? Caalamku dhan waay, caalamku dhan laga imaanaa, caalamka Soomaaliya matalaya. Marka adoo Soomaali matalaya ayaad dalka Ethiopia kaga qayb gali doontaa. Insha Allah. Aad iyo aad. ما إن هاد كقيب قشيد محوها ترتن ساس وين وعالمية محوها سلام مر كانت ترتن كانت كالنت لبات كقشي بل محو درين كاجي مركي أرنت سأيدا لويري وات كقيب جلسة درين كاجي سوتو نقطة والله وهذا أفرحي ورتا مرة وبر ما كفكر جرينا إن كقيب قال مسابقة الدولي وأنا لسه على مسابقة ضافر سابقنا مركر جدي عن الله إله ويرمي وحن يسوق جرسي أنت سبحان معلمين تيجي سود هذا الشيء يو مؤسسة ما هي روح هذه إشرح مسابقة أسنان خيب قالوا أينه ما تسين له لما أنا معلمين حصل برت طبعا مجرى ضد أصحاب وطري ترتمع عالمية كقيب قال أساس وكلاه وأنا شيء كيستي وأنا كحق وريستي ما كقيب قال تان كأيو مجرى وأنا بكسوق جلست وحكم إذا أستاذ عبد الوهاب مع اللي هو مسابقة ماهر سنة كيكوري كان الكويت قالي وهذا مسابقة رواندا أسبوعا كان الكويت كسو قالي سنة في عام ورئيس تكيين وتكي كان الكويت كسو قالي كان إلا خبرة إلا حتى وكان ورئيس تو الحمد لله. داود يا الولي وعن برتمه كجرنا برامج كيني بالشكاب ومرتي ويا هي مع سعيد عبد الله او كمدها قول استياشي ترتنكي بشي بركة سنة رمضان كا مؤسسة مهري قبطي سلامر كان كالنت اللبات كقلي
waxaan sidii dabcan marka laga tago in maxuu aha tartanka kaalinta labaad aad ka gashay adihaantaad ma macan laa tahay mise maxuu aha qof caadi ahoo qur-aankii bartay laakiin maxuu aha culumtiisa kaloo diiniga barta macan laa ahay horta waxaan baraa macalinkiisa qur-aan dhigan ah aad iyo aad macan laa tahay madarsadaada ka waran muxuu aha maadaama ardadii ay maqleen macalinkoodii in muxuu aha tartamadii la qabtay kaalintaadu ka galay hadda safar aad galaysid oo aad soomaaliya matalaysid bal ka waran dareenka waalidiinta iyo madarsadaadii iyo arrinta ayada ay ka qaadeen wallahi horta waa dhammaan ardayda iyo waalidiinta way hambalyeen oo dhammaantood ku faraxsanaayeen xataa yacni deegaanka meeshan aan degana xafadeed dhammaantood hambalyeyga soo gaartay waynu ku faraxsanaayeen madarsani maasha allah ardayda in dhiirgelin isugu noqoto suu macalinka hadi sheegaayo inay ku faanaan oo ardayda ee dhahaan macalinkeena waa ka masaabuu kusoo qeyb galay waxyaabaas way jiraan dabcan intii tartankii uu socday ee mu-asada maher ay qabatay dabcan asxaab fara badan ayaad ku baratay oo ka kala yimid dalka gobollada dalka iyo sidoo kale gobolka nanaadir intaba dabcan ma jiraa waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad aragtay intii tartankaas uu socday aad ka qeyb gashay kaalinta labaad gashay horta waa iska badnaayeen oo musaabaqada musaabaqa horta aada u adag ay ahayd xataa waxaan isleeyahay musaabaqada duuliga iyo musaabaqada meher marki laisku fiiriyo mida meher inay xoog badan tahay yacni musaabiqiinta meesha imaanaya si ay u diyaarsan yihiin ay qur-aanka u akhrinayaan maasha allah walaa cajibaysa marka yacni dadka weliba badanaa gobolada ka imaado dad sahlan ma ahan oo yacni nin gobol ka imanaya musaabaqa u imaanaya qof diyaarsan oo ishuwaa meesha imaanaya marka waxyaaba saas u badan ma jiraan aada u adagyah aad waa kaalimaha lama sheegi karo waxaa waay waya dhacdaaba in kaalimaha la isku qabsado lajnada taha waxaa waya yacni meesha dhib kasoo gaaro waxa oo marka qaar lakala saari waay bal bal dabcan dad kale kasoo qeyb galay marti sharaf badanaa joogtay tartan caalami u ahaa dabcan waxyaabihii marka tartankaad joogtay sida gaar ah aada kuu soo jiitay ee aada ugu farxday ee ka duunaa sanooyinkii hore iyo maxaa ka mid ah yani sanadkan hadda u dambeeya musaabaqada horta sanadihii hore ka duunaayeen dhan walba dowr ahaan haddii la fiiriyo yani qaabka lajnooyinka meesha joogay oo dad dibada ka yimaaday yani musaabaqada qaaday xamaasadihii hore iyo tanna iskuud maysan aheeno musaabaqada intii hadda u dambeysa aada u adkeed musaabiqiin aada u adag joogeen marka intaasaa isleeh dabcan macalin saciid macalin waa tahay dadka qur-aanka bara dabcan qur-aanka markaad baraneysa nidaam taqliidiya kusoo baratay kadib dadaalo fara badan aad sameysay iyo goobo fara badan aad tagtay waxay kuu suuragashay inaad noqoto qof qaari ah oo qur-aanka ilaahay maanta ku tartamay madarsada aad adiga macalin ka tahay habkee ardada wax u bartaa ama nidaamkii taqliidigaa martaa mise nidaamkan hadda casriga ah yaad martaa madarasada nidaamka hadda jira casriga wax ku baraa oo tajwiidka ardayda saxiin la baro xataa musaabaqaadka loo diyaariya ardayda musaabaqaadka oo soomanka bishii ka dhaco badan ay ka qeyb galaan maasha allah waa arday oo xaafidiina ka meesha joogaan oo qur-aanka xifdisan bal aniga fiican isleeyaa taa haddii la fiiriyo dabcan macalimiinta qaar waxaa laga yaaba inay sameeyaan in ardayga la dhaho qur-aanka uu dhammeynaya markaas kadib baa laga saxaya teebaa saxa in la yihaahdo qur-aanka markuu dhameeyo arday ha laga saxo intuu baranayo in la saxo oo uu qur-aanka isagoo xafiisa u dhameeya teebaa sax anina haddii cilmiga adaan fiiriyo waxaan isleeyaha cunin kartaa intuusan farabarka ku jira taha in laga saxo xuruufta labaaqabada markaas laga sii saxo arday marba hadduu qur-aanka dhameeyo oo laxan kuusoo akriyo way adag tahay in si loogu saxi lahaa marka intuu uusan barna cuniga waxaa fiican in laga saxo xarafku maanta ka baxaya soo sugan oo ka baxo taasaan qabaa saas leeyahay dabcan tartamadana waa ka qeyb gelisaa oo tijaabi laftooda way istijaabiyaan oo muxuu adiga madarasada ma u qabataa wax tartama gaar ahoo madarasada gudaheeda ah arbaco walba waa la qabtaa musaabaqa u gaara ardayda mid oon inta magaalkan soonkiin ka qeyb galaan oo badanaa soo guuleysaa alxamdulilah aada iyo aad aada iyo aad maxamed saciid dabcan tartan hadda caalamiyaad ka qeyb galaysaa oo aad soomaaliya ku matalaysid oo aad dalka etoobiya aad u aadi doonto dabcan waxaa barnaamijka bulsho kaab kaa daawanaya ummad badan oo soomaaliyeed oo astaan hidaaya la socda maxaad ummadaas iyada muxuu wax ka codsanaysaa insha allahu tacala musaabaqada in lagu guuleystay in kale waxaa toofiq ilaha iska leh
يعني جود أسكالينا إن شاء الله تعالى وحنا كعد سنة إنه يسوي دعيان إلى بخالص دعاء خالص إنه إله يفضل ذي هم يقالين إنه إله يقرس إن شاء الله تعالى تسك عصر الله مع السعيد طبعا محوية هي يعني مستقبل كله محرجين يسا إن محوها عند نقطة إن شاء الله تعالى إنه حارة القرآن كأوسي خدمية وأن إلا قراءتك علوم القرآن كشريعة إن شاء الله تعالى بلشد أن قرسيه إلا وحواي وقتي كقرس وحواي إن شاء الله تعالى وحان جعل إن أندي تقول أنت هذه داود الأولي وحان كجرنا برامج كني بلشكاب ومرتكوها مع السيد عبد الله مع السعيد طبعا Soomaalida marka laga hadlayo waxa kamid ah dadka Qur'aanka Kariimka lagu qadariyo marka laga soo tago inaad aad dhageysatid quraada caalamka waa qarkood si uu akhriyo Qur'aanka adno akhrisay markaan ka tagno Soomaalida markay liraado ma jira qof aad salaadahay leh ruuxa soo kale inaad noqoto mustaqbalka oo aad Qur'aankii u qadmeysid yaa jacal xumdirtaan ajran aan badan ajro هذه هو ري إن ما شاء الله شاد شان شوف أكله ذات القرآن كما يلا بعالم كوجرسي سو أكله معلمي تبع صبر إن كنت إذا جعله بلي بشق دش فيها بركة إن كنت إذا حاب بسكس أمبوحي طبعا رنتي عن سعيد طبعا القرآن كريم كأح وأوح وين يقف كمسلم كله أوصيه قف القرآن كي غن قف وشرف بذن وقيمة بذن أدلو حشمي طبعاً سيدات شاكتي معلمين تادي ووالدين تادي انتبا وها قاد بيكو قصود دالين قدام بينتي محاد والدين تادي ومحوها معلمين تادي دي نقول هادي عيد كستقو دادالكا إن هيركا أسوقها سبب واحد محاد لاذا لما نورتا انت اسوقر بقواتي ووهري والدين تيدي وصابو هاي انا ما انت هيركا أسوقها وديسن ميلوح لغبرت اسيقلهن أي واحد ليه إنه إلهي جنة وأول وديو لو ذي وارد سيدو كلام علمي تحسوا برتي وهري معني قرآن صبر مع عبد الله يوسف يوسف لما أنت معلمين حقي وله وحسوا برتي إلى وحأو رجينا إنه جنة كأول مري آديات ودم بنتي مع السعيد طبعا ترتم بذنا طبعا كقيب قشي منها ذاك قيب جلسة جارهن محط كل التلين ساح صاحب بذادي tartan ka kaawda qayb gashayeen ee aan guuleysanin laga yaab sanoyn ka soo aadnay tartan ka kala ka qayb galaan maxaa tala iyo nasaaxii soo jeedinaysaa si u gaaraan guusha dhinka ka karto kale hada ma santa horta waxa aan hal qasna u sheego aan ka faa'iisto musabaqada meher afar sano ka soo qayb galay sanad walbana hadii la fiiriyo oo qalmo inaan numarada hore galo hadan waxa waa ima qornin maalin maalmaha ka midano iska jeefo oo yaani wax iska daawanaya qisa iyo soo arbaxda aan dhigisnaayo marka qasada waxa uu dhaceysaa aan gabar oo saalihad ah oo sonkeeda banyahay adi taqiyad ilaahay caabudo amarowba marka haweenki soo kacaysaa sonkeeda banyahay ilaahay marka wax ka bari jirtay qof ay jaclaato macni inuu ilaahay qofkaas oo ay siiyo mustaqbalka isku aadi marka see u waday ilaahay markaas bilooyin kadib qofkii ayaa macni qofkii ay rabtay qofka lagu hursanahay weyn iyo jabisa marka salaadii badneed sonkii badnaa waxay dhan weynaa qosayaan marka dambu ayadoo meel cad tahay inaas ogaadisa ee haddana isaga garab qawnay marka culimada midka badaa waxay saay waxay ku leedahay in arintii dhan lagu sheekeynaa samankaas wuxuu leeyahay adiga ilaahay mar walba dani gooni oo caabu jirti bis marka danta aawasna ilaahay waa ka jeesatay marka aniga sanad walbo waxaan sameyn jiray musaabaqada markii laba bil ka dhimantahay aan quraanka dad u qorin jiray inta kale shaqadii marka sanad walbo marka waxay u dhacayso meel fiican ku soo hal meel fiican marka waxaas dhahayni oo meesha ka khaldan oo laga haysto waxaa taa inaan quraanka mar walba markii aad tartan aad gashid aadad kaani gal wasid oo iska jeesanaa quraankii meesha uu dambeeyay hadana waxa isugu jiri ilaa musaabaqada ay kasoo dhabato laba bil markii ka dhamaato kale marka waxaas dhahay meesha laga haysto xilada laga haysto waxaa taa inaan quraanka marka tartankii kaalintii arabt ilaa ka wasid salaadii bannaadi quraanka akhriska bannaa iska joojinaysa marka waxaa dhahay meesha laga haysto waa meeshaasi iska isdawqaw markaas waxaan go'aan ku qaatay maanta iska dib in wax walba aqoonaa dana gooni aan u qabin ilaah u caabidino yaani markii Soomaalida waa taqna badan dadka markii imtixaan wax dhayeen ee Alla zaad u caabidan wax diyaaris iyo duco badan sameeyaan marka waxaas dhahay meesha ka khaldan halkaas waa oo marka joogtii quraanka iskaan markaas aan toos go'aan u qaato inaan dar Alla wax u sii diyaariyo
سندك وابكنا الحمد لله سند كان مشي عربي لهي وإيجارسي مركبة حاس لهي ضدنا جرو وانكورها يا معلمين تو وأسورها السنة مسابقة ولا أسورها تدمك وحاج جرو حيل مسابقة بس دواتو واحد ياري وحاول نقص سلادي وحاول بذي مركبة طلب حاسين لها مر والله بعمل كأسك جوكتي إن شاء الله تعالى قوش قال لي إذا مر وأجارسة يعني جبن إن شاء الله صلى الله إن شاء الله هذه هذا ما سنتهي كاسوحو ها مع السيد عبد الله محمد ومرتي وها برامجك بالشكاب واتكدا ونسان استان هدايا انت سيان كسو غب غبينينا برامجك انت برامجك مدل من كل مدونه ولكن جل اذا كغت تجا سياسه نبتغليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير